تنظم اليوم ندوة مائدة مستديرة حول موضوع مهم وأساسي، ومن متدخلين لهم باع طويل في الإعلام، صحفيين وأساتذة جامعيين ومختصين وسياسيين كذلك. الموضوع كما شاهدتم يتعلق بالتملك الجماعي وكذلك بالتضامن، التضامن ديال الشعب المغربي. احنا اليوم اولا كنحتفيوا باليوم الوطني للاعلام بالاعلام، هذه المناسبه اللي هي مناسبه خص المغاربه يحتفلوا بها اساسا، وكذلك الدور الطلائعي اللي كيلعبوا الاعلام على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي. انه لمن دواعي شرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن تشارك في أشغال هذه المائدة المستديرة حول دور الإعلام في التملك الجماعي لرهانات التنمية الترابية والتعبئة التضامنية المنظم من طرف مجلس مقاطعة أكدار الرياض، وإنها لفرصة للتعبير عن شكر العميق وامتنان الصادق للسيد رئيس المقاطعة على تشريفي بدعوته للحضور، كما أهنئه على اختيار هذا الموضوع ذي الراهنية الكبرى وعلى حسن تنظيم هذه المائدة المستديرة. اليوم بهذا الفضاء الجامعي رئاسة جامعة محمد الخامس بالعرفان في إطار هذه الندوة التي تتمحور حول موضوع الإعلام ودوره في التملك الجماعي لرهانات التنمية الترابية والتعبئة التضامنية الوطنية، والتي تندرج في سياق تخليد المملكة المغربية لليوم الوطني للإعلام والاتصال. هذه الندوة التي ينظمها مجلس مقاطعة أكدار الرياض، والتي من المنتظر أن يشارك في تنشيط محاورها تلة من الإعلاميين وأساتذة الجامعات والخبراء، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الحضرية بالرباط، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية. مفهوم الإعلام اليوم يمكن أن نقول بأنه يمكن أن نعرف الإعلام من خلال الفاعل، أو اللي هو مش هو الصحفي وهو الفاعل، أو من خلال الأداة اللي هي الوسيلة. أي وسيلة ممكن أن تنشر خبر. معروف بأن الإعلام وظيفته يمكن ثلاث وظائف، اللي هي الإخبار، اللي هي إشراك المواطن، والثالثة اللي هي وظيفة يمكن نقولوا بأنها بيداغوجية، تقديم نماذج إيجابية. نتكلموا على الإعلام بمفهومه الإيجابي وإثارة انتباه، يعني الإخبار نتكلموا على الإخبار بجوانبه، يعني إثارة انتباه إلى الصعوبات والمشاكل وأيضا إلى الجوانب الأخرى اللي هي مشاريع وإيجابيات وطروحات. الإعلام ودوره كصلة وصل بين الفاعل المحلي والمواطن، ولو أنه من المفروض أن الفاعل المحلي هو الأكثر قربا من المواطنين، لأن المقاطعة أو الجماعة هي النواة التدبيرية الأقرب لتدبير الشأن اليومي للمواطنين، لكن ربما في مدن كبرى بحال مدينة الرباط مثلا بغينا نذكر هنا التواصل اليومي قد يكون فعالا، يعني عكس التواصل اليومي بين المنتخب والمواطن قد لا يكون فعالا بما يكفي لكبار الشريحة المستهدفة. هناك يكون من الضروري قناة بحث عن قنوات تواصلية اللي هي أكثر جماهيرية ربما، ومن ضمنها وسائل الإعلام. هنا عاوتاني غنطيحوا في إشكال آخر ربما هو من ضرائب تدبير الشأن المحلي لعاصمة البلاد، هو الغياب الكبير للإعلام المحلي أو الجهوي في جهة الرباط، هو اللي كنلقاو حاضر بقوة في مدن وجهات أخرى بعيدة عن المركز، بالإضافة لكون مدينة الرباط هي من أكثر المدن اللي كتعرف تمركز ديال وسائل الإعلام ذات البعد الوطني. لكن بالنسبة لي واخا هذه الإشكالات هذه ماشي هي الإشكالات الوحيدة، فالتواصل على المستوى المحلي يطرح إشكال آخر أعتبره أساسيا، هو تمثل المنتخبين على المستوى المحلي أو الترابي لعلاقتهم بوسائل الإعلام.